السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم التنتوني أكلة مشهورة كتير بتركيا، خاصة مدينة ميرسين. بدنا نحضرها بطريقة كتير سهلة والطعم أكيد شهي. فضلا ندعموا الفيديو بلايك أو تعليق، وإذا ما كنتم مشتركين يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل الفيديوهات القادمة. هون في معي كيلو من صدور الدجاج، أنا قطعته لقطع صغيرة. بهذا الشكل. وبمقلاية كبيرة على النار أنا حطيت الدجاج من دون إضافة أي مادة دهنية. بقلب الدجاج، وبهاي الفترة بنفرم الطماطم. وهون فرمت البقدونس كمان، وفي معي حبتين من البصل قطعتهم لشرائح رفيعة، وضفت رشة ملح ورشة سماقة على البصل. هيك صار معي جاهز، وبقدم جنبها الليمون فريش. وقلبت الدجاج لحتى نشف معي كل السائل. بعد ما نشف كل السائل من الدجاج أنا ضفت زيت النباتي، والبهارات اللي بنحتاجها بهاي الوصفة هي البابريكا. حطيت رشة فلفل أسود، وأكيد ما رح ننسى الملح. كمية الملح على حسب الرغبة. وهيك جهزت معي الوصفة وما بدها أي وقت ولا مجهود. وبالنسبة للخبز أنا استخدمت الخبز اللافاش المشهور هون بتركيا. أكيد فينا نستخدم خبز التورتيلا أو خبز السمون. وبنغمس الخبز بالزيت مثل ما واضح، وبحط الدجاج وبندورة وبقدونس والبصل. والبصل هون اختياري، فينا نضيفه وفينا نستغني عنه. وهاي الوصفة كتير بنعملها في البيت، بتمنى انتو كمان تجربوها وتنال اعجابكم. وبندهن كل السندويشات بالزيت المتبقي، هيك بتعطينا لمعة وطعم اكيد. وهيك جهزت معي الوصفة، ممكن نشرب معها كولا أو عيران على حسب الرغبة. بجد هاي الوصفة كتير سهلة وكتير يعني لذيذة، وبتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. فضلا إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك للفيديو، وأنا بانتظار آرائكم في التعليقات. فضلا إذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم في كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. مع السلامة، في أمان الله.